ما في شي نحكي فيه دارين. ريهام، ريهام اوعك تتصلي بفابري وتقولي له انه العقد التغى، مفهوم؟ ليش بدي اقول له هيك شي؟ بعدين اللي بيسمعكم بيفكرني قاعدة مع فابري ليل نهار. اه منيح اللي ذكرتيني، بالمناسبة انتي لازم تلبسي خاتم، فابري لساته مفكركم مخطوبين. ما في داعي لهالشي، انا قلت له انفصلنا. طيب ليكي بدي اسألك سؤال، فابري طلب منك شي تاني غير العطر؟ قلي لي الصراحة ريهام. يعني قصدي شي بخصوص الوكالة، في عنده خطة؟ انتي حسيتي بشي؟ قالك شي مثلا؟ لا أبداً، ما طلب مني غير العطر. كتير حلو، معناها ما في مشكلة، يعني المهم نطالع الشركة من أزمتها، وخلي ريهام تعطي الزلمة شو ما بده، نحن شو دخلنا؟ شوف جان، أنا بعرف إنه أنت معك حق، يعني ريهام راحت وحكت مع فابري بدون ما تسألك، معك حق بهي النقطة بالتحديد، بس أساساً ريهام على طول بتعمل هيك. يلي ما عم أفهمه هو ليش صارت مشكلة هلأ؟ ما فهمت ليش مزعوج هالقد. خلصتي محاضرة لأطلع؟ لا جان، الحل الوحيد عنا لحتى تنقذ شركة أبوك هو فابري. لو سمحت خليك منطقي شوي، يعني على القليلة فكر بالموظفين. بعدين جان، أنت مو على طول كنت تقول إنه الموظفين قبل كل شي عندك؟ جان، إذا ما عم تفكر بالشركة فكر بأبوك. أبي على طول ببالي دارين، منلاقي حدا غيره. بس ما في معنى وقت، نحن لازم نلاقي حل بسرعة جان، أنت بتعرف جدية الوضع أكتر مني بكتير، مو هيك؟ أنا ما بدي فابري بوكالتي. شبك الزلمة أساساً أهم زبون بالوكالة وهو على طول بيجي لهون جان. جان، أنت معقول عم تتصرف هيك بناءً على عواطفك؟ عواطف شو دارين؟ شو عم تقولي أنت؟ المرة الماضية بالحفلة فكرت إنه فابري كان عم يغازل ريهام وطلعت قبل ما توقع العقد حتى، معقول تكون عم ترتكب نفس الغلط هلأ يا ترى؟ لأنه بصراحة الإنسان المنطقي مستحيل يفكر إنه يرفض عرض فابري بهي المرحلة الحساسة. طيب دارين معك حق، إيه؟ خلينا نشوف شغلنا. طيب يعني بالأخير الآن ريهام هي الوحيدة اللي طلعت ربحانة، فاتت بشركة عطور عالمية وكبيرة، طريقة كتير حلوة، برافو. تعالي قربي. هذا العطر اللي بعتيه؟ يعني بعتي هي الريحة ولا رح تعملي له وصفة تانية؟ آسفة بس أنتي ما دخلك. ريهام، على أساس أنا قاتلي حالي على عطرك؟ ما بيكفيني المصايب اللي عندي؟ جان بيك جاي. الله يستر. بيك وجع. يا شباب اليوم ما في شغل، فيكم تروحوا على البيت. على البيت؟ كيف بدنا نروح على البيت ونحن مو عارفين شو رح يصير فينا؟ كيف بدنا نروح على البيت يا ربي؟ دخيلك والله بخوف هالحكي. يا ربي كيف بدي نام بعد هالشي اللي سمعته؟ كأنه خلص راحت علينا. فينا نحكي شوي أخي؟ لا. مزبوط أنا غلطت وبعتذر، ياريت لو فيني أرجع بالزمن. فابري صار شريكنا وله أسهم، أنا عندي صلاحية بإدارة أسهم أبي، بس أنت ما بقي لك أسهم شخصية هون، لهيك ما عاد لك شغل بالشركة. أنت شو عم تقول أخي؟ هاي الشركة هي كل حياتي. كان لازم تفكر بهالشي قبل ما تعمل اللي عملته، لسه في احتمال انه نفلس، وبسببك انت انجبرنا نفوت فابري شريك معنا. ليك طيب على الاقل خليني ساعدك لحتى يتحسن وضع الشركة، بفهم بالمحاسبة، خليني دير الامور المالية. امير شغلك بالوكالة خلاص، لا بقى تجي، فيك تمشي. تفضل.
دارين هانم؟ سينيور فابري خير، شو الموضوع؟ قول. الحقيقة اجتني مكالمة كتير قريبة قبل شوي إلى علاقة بريهام. إلى علاقة بريهام؟ إيه ريهام هانم. في واحد اتصل فيني من شوي، قال هو هتف شوفيري. كيف؟ إيه وقال لي جيب لي ريهام هانم وهدو، وليكي بعت لي موقع كمان كأنه هو بهارتك. هو قال لك ريهام أيضا؟ إيه ليكي. لحظة شوي سينيور فابري، عم تقول إن حادثة خطف؟ إيه هتف. صح، هذا المكان قريب كتير من حارتنا. أي بس مين اللي بده يخطف شوفيرك ويطلبني بداله؟ زبرجد. مين زبرجد هاد؟ مين هذا؟ مين؟ شاب من الحارة، هو طفولته كانت صعبة ولهيك عنده شوية مشاكل، بس ما بيأذي حدا أبداً. أنا متأكدة إنه القصة سوء تفاهم. كيف سوء تفاهم؟ معقول هذا الهكي؟ إيه معك حق، أساساً هو جبان كتير، بيكون مو عارف عن شو بده يعمل هلأ من خوفه. دارين شو صاير؟ ما بعرف جان، قال في واحد اسمه زبرجد من حارتها لهي ريهام خاطف الشوفير تبع فابري وطالبها بداله. كيف؟ والله ما بعرف، انت بتعرف ريهام وقصصها الغريبة. ليك جان، والله إذا التغى العقد تبع فابري من ورا هالقصة، أنا رح أقطع لهالبنت بسناني وخلص من كل مشاكلها. إذا ما انحل هالموضوع ما هتقدري تلاقي وكالة تشتغلي فيها بكل اسطنبول ريهام. رح تضطري تروحي لآخر الدنيا كرمال تكسبي مصاري. أنا ما عندي علم بشي وما عملت شي دارين خانم، ليش عم تعيطي؟ ريهام هانم، عفواً قلتي لي شي؟ سينيور فابري، لا تقلق، هذا الشاب من حارة ريهام وهي بتعرفه منيح، وهو مانو حدا مأذي بنوب. نحن هلأ رح ناخد شوفيرك ونطلع، وبعدها رح ننسى هالقصة وكأنه ما صارت، وأكيد ما رح نخليها تأثر على شغلنا أبداً، رح ننساها كلنا مو؟ هذا الزلمة زبرجد؟ زبرجد. كأنه لاحظت أنه مهووس فيكي من صغره. أنت بتساوي هوس لأي حدا بيعرفك، ما؟ ايه صح، بيصير عندهم هوس لدرجة انه بيكرهوني وما بيطلعوا بوشي. والله انا كتير ناجحة بهالشي. الهوس شي منيح، تعرفي ليه؟ لانه بيهلي الواحد يسقى وراكي. بتمنى انه الزباين ينهوسوا بقطرك مشان تكبر المبيعات ريهام هانم. ايه اكيد رح ينهوسوا فيه، بس يا ترى رح ينغشوا فيه ولا لا؟ ما منعرف. بكفي يشتروا، هذا هو المهم. ما رح ينغشوا. شوفي خلصنا بقى. اوف يا رجل، عن جد انت مو طبيعي ابدا. انا خطفتك على اساس انك مافيا مو مدمن. لو ما انك مدمن ما شربت علبة المخدر كلها. وعدتني قمت فكيتك، قمت ضربتني مرة تانية، معقول؟ انا ما عاد اشفى عليك بعد هلأ بنوب. ايه هون هيك طالع على الخريطة. انتوا استنوني هون لو سمحتوا، استنوني هون انا رح ارجع فورا. ولواطي انتي عايشة؟ والله شو على بالي نفسك؟ والله كنت عارفان اني رح اقدر رجعي. انت منيح؟ تعلقت مع زلمة المافيا كرمالك، مع انه ما طلع ايطالي بس مديره ايطالي. يكسر ايديك فيك شي؟ شو قلتي؟ عملك انا حربت المافيا يا بنت، وهذا اللي طلع معك؟ ليكي شو عمل فيني، هراني من الضرب. ريهام هانم كلها مفاجآت مو هيك؟ صار عندي فضول اعرف شو عم بتساوي. ايه فعلا هيك، على طول حياتها كلها مفاجآت. اخ منك يا ريهام، اخ. مو معقول يا ربي، خلينا نستنى هون سينيور فابري، هلا هن بيجيبوه وبيجوا لهون. نحن خلينا عم نستنى هون احسن ما يصير عليه اي شيء، انت لا تشغل بالك. جان بيك قولي. هو منيح ما فيه شيء. اطلع لبرا فورا واعتذر من الرجال اللي واقف عند السيارة. طيب يلا رح اعتذر منه. اخي حقك علي، لا تواخذني. والله لا دفعك الثمن يا واطي. مشي الحال، فكيتك خلص، لا تواخذنا، خطفنا مجانين ما بتتواخذوا. ريهام أعطيتي ريحتك لفابري؟ هالشي ما بخصك ريهام. لو سمحت استني ريهام، عم بسألك سؤال واحد.
انت عطيتي هي الريحه لفابري، عطيتي ريحتك. صراحة بدي أقول لك شي تاني بالأول، رح تسمعني للآخر؟ لا ما رح أسمعك، جاوبيني على سؤالي. معناته ما رح تاخد جواب على سؤالك. يعني أنا ضحية سوء تفاهم، صدقوني هي كل القصة. ريهام؟ وهو ما قصر، دعس على وشي ببوطه، يعني والله أنا مظلوم. ريهام؟ شو عمل شي؟ أنا فكرت كل ما لك هذا ما عم يوقف حكي بنوب، شو ما عنده بيتي روح عليه خديه من هون. هو لأنه خايف هلأ ما بيعود بيسكت، بيسكت وقت بيهدى. بعدين نحن شعبنا كتير بيحب الشعب الإيطالي عن جد يا أستاذ، صدقني الإيطاليين ما بيختلفوا عنا، بيشبهونا. اسكت اسكت، اللي سام اللي اسكت وما عم يرد. راح من دون ما يودعوا لفابري، مو معقول. أنتوا أكيد متفقين وناويين يجيبوا لي الجلطة اليوم. شو دارين هانم؟ السنيور جان مشي؟ سنيور فابري هلأ اتصلوا فيه مشان الشغل، قال في شي كتير ضروري ومهم، وهو بيعتذر منك كتير. قال لي أنا خبرك بشي. أي ما في مشكلة. هاليوم كان كله أحداث. إيه شايف، هذا هو عالم ريهام الغريب، بس نحن تعودنا على هالشي. مفهوم. أنا قلت له أني رح أرفق عليه دعوة. رح ترفع عليه دعوة؟ اعتداء. اعتداء. واختطاف طبعا. واختطاف كمان. وضرب. وضرب؟ مو بس هيك. بس والله كان كل اللي صار سوء تفاهم، والله سوء تفاهم. وسرقة. وسرقة يا قليل الاصل. وراح ينهبس 40 سنة. 40 سنة معقول؟ اه 40 سنة، قال لي هالشيء كمان، صح؟ بس طبعا ما راح أأمل هيك، قلت له هالهكي لهاوفه بس ماشي. كثير منيح لأنه بيستاهل، لازم ياخذ جزاته. عن جد نحن آسفين كثير على سوء التفاهم اللي صار. بسيطة، ولا يهمك شو هالقصة. سامحني لك يا حلو يا يلا لك. ريهام هانم، أنا بشوفك بكرة ماشي؟ دارين هانم، نحن رايحين بالتاكسي، إذا بدك منوصلك بطريقنا على البيت. أكيد كلك ذوق، شكراً كتير. طيب يلا. لك شو أخذني؟ لك ما فيك شي يا مرادو. حيوان. ولا غلاظة، فكرتك رح تنخط في شي بيعرفني، طلع دم راسي وجن جناني. قديش رح يكون عمرك لما تطلع من السجن يا ترى؟ تعال. حطيت فستاني على النشافة، ربع ساعة وبينشف. وطبعاً ريحتك اللي بتاخد العقل وبتجنن، ريحتك الحلوة اللي بتضل معي وين ما أروح، بتضل لاحقتني ومعلقة فيني. ليش عم تهربي مني؟ لأنه أنا بحبك، أنا بحبك أكتر ما بحب حالي. شو رأيك نهرب؟ شو رأيك أخذك وأهرب؟ منهرب فوراً إذا بدك، شو رأيك؟ لوين؟ لوين ما بدك، يعني مثلاً ممكن نروح على غالاباغوس، اختاري أي مكان، أي مكان بتحب تكوني فيه معي. هون. وين؟ هون بالضبط. أنا هون بكفيني.
جوعان شي؟ انت كنت كتير مزعوج اليوم وبصراحة قلقت عليك، فاضي لفوت لعندك؟ تفضلي. أكل صيني؟ ايه قلت لحالي مناكل سوا، شو رأيك؟ ما بقول لا. لك رح فوت جهز الطاولة. طيب. طمني، عجبك الأكل؟ ايه كتير طيب، عن جد يسلموا. من الصبح ما أكلت شي وكنت جوعان، اجيتي بوقتك. ايه صحة وهنا، معناها منيح اللي خطر لي جيب لك أكل لهون معي جان. ايه أنا بعرفك منيح، على طول لما تكون متضايق بتنسى تاكل، مزبوط؟ ايه مزبوط. واليوم أنت كنت كتير متوتر وعصبت كتير، بالذات بعد ما تخنقت مع أمير. كنت بتعرفي؟ شو؟ بموضوع الرشوة؟ م-م. لا ما كنت بعرف. لو عرفتي كنت خبرتيني؟ ايه أكيد طبعا. شي مرة كذبت علي؟ مستحيل، ما كذبت عليك بحياتي، لأنه ما بقدر جازف بهيك شي. شو قصدك؟ يعني أنا بعرفك منيح وبعرف قديش بتكره الكذب، وبعرف كتير منيح أنه إذا شي مرة كذبت عليك ودريت أنت بهالكذبة مستحيل تسامحني بحياتك، وما فيني جازف بهالشي، مستحيل أعمل أي شي خليني أخسرك. مزبوط. يلي بيعرفني ولو شوي بيعرف هالشي وبيقدره، ويلي بهمهم ولو حتى شوي، ويلي ممكن يكونوا بيحبوني لازم يفكروا هيك. إيه صح، يعني بالنهاية الكذب مزعج وبشع وأنا ما بحبه أبداً، أكيد ما رح تقدر توثق مرة تانية بحدا كذب عليك. إيه معك حق، يعني إذا العلاقة ما انبنت على الثقة على شو بدها تنبنى لكان؟ إيه مزبوط حكيك جان. ليك أنا بحياتي ما كذبت عليك، وحتى أنا أنا آسفة كتير، مو بقصدي أبداً، عن جد أنا آسفة. إجا عليك شي؟ لا أنا ما صار لي شي، بس أنت تيابك مبلو، عادي بتصير ولا يهمك، مو مشكلة. عن جد مو بقصدي، أنا آسفة كتير، رح روح نطفن ماشي؟ أكيد خدي راحتك. طيب أنا آسفة عن جد. ولا يهمك. معناتها ما بتحبني. ممكن فوت لعندك؟ لو سمحت لا تقول لا. تعي نطلع على الحديقة. شو؟ قولي عم اسمعك. ماني عارفانة كيف بدي بلش بالموضوع. بأي كذبة من كذباتك رح تعترفي هالمرة؟ شوف أنا جاية برر لك كل اللي صار وكل الكذبات اللي كذبتها، هذا السبب بكل شي صار. صدقني انضحك علي وتورطت، ما كنت بعرف بشي بنوب، لو كنت بعرف ما كنت رح أسمح بهالشي أبدا. عن شو عم تحكي؟ شو هاد؟ هاد الحديث كان لازم يصير بوجود أمير بيك، بس هو ما قبل. فاضي، كأنك عم تضحكي علي؟ مو معقول. وين الوراق؟ يا ربي وينهم؟ أنا أخذتهم، والله أخذتهم وحطيتهم بالملف بإيدي. ريهام فيني أعرف إمتى بدك تبطلي هالحركات البايخة؟ والله كانوا هون، والله أنا كنت جايبت لك كل الأوراق وكنت حاططهم بقلب هذا الملف، وين راحوا؟ هلا عن جد مفكرة إني رح صدق هالحكي بعد كل الكذب؟ ما بدي أسمع، ما بدي أسمع أي بس شيء. بس أنا متأكدة إنه كانوا بقلبه، صدقني أنا أساساً أجيت لهون مشان أقول لك كل شيء صار. آه يا ربي، تيابي كلياتهم انبلوا، جان لبست كنستك بس لبين ما. ريهام؟ انتي شو عم تعملي هون؟ كنا عم ناكل انا ودارين ونكبت عليها كاسة المبيت، لهيك اضطريت تغير. ايه صح، كبيت الكاسة بدون قصدي. منيح انه جان عطاكي هالكنزة لتلبسيها. ما عطيتها شي، لحالي لبستها.
أنا رح أروح، ما رح أنزعلكم القعدة. تصبحوا على خير. تلاقي الخير. لا خليك، والله ما بتطلع، بعرف الطريق. جان لسه صحونا مليانة، تعال خلينا نكفي أكلنا. كلي أنت دارين، أنا خلص شبعت. صحة وهنا، بدي روح أرتاح شوي. إيه معك حق، مزبوط تعبت اليوم. طيب معناها حذر شو، أنا رح شغل موسيقى مشان تروق. إيه شغلي إذا بدك، بس أنا بدي روح نام. آه فهمت، وأنا شبعت بس قلت لحالي منكفيهم. بالمناسبة شكراً على الأكل دارين. العفو، صحة وهنا. معناها أنا رح أمشي. أوكي بيكونوا نشفوا تيابي، رح ألبس. بشوفك. تصبحي على خير. وانت من أهله. أكيد أعطاها الكنز اللي أنا لبستها قصداً، أكيد معناتها هي قيمتي وقيمة اللحظات اللي قضيناها سوا. بس وينهم الوراق يا الله؟ لك معقولة وقعوا مني بشي قرنة؟ لك ريهام شبك؟ ليش جان ما لحقني؟ وليش لا يلحقني أصلاً؟ عم يأكل ويشرب مع دارين، أوه قاعد مكيف، ليش لا يجي؟ وقف استنالك، شو بدك تستني ريهام؟ مين بيعرف لأيمتى سهراني عنده هاي؟ يا ربي معقولة تبقى عنده؟ معقول إذا بقوا سوا لحالهم وجان معصب مني يصير شي هلأ؟ لا ما بدي فكر بهالشي بنو، مستحيل أقدر وقف بوش اللي عم يصير لحالي. والكنزة طالعة بتقرف عليها، لقوا فوق منزلت له ياها. ريهام اهدي شوي، اهدي وروقي، اهدي. ريهام انت شو عم تعملي هون؟ قلتي لي بيت جنب بيت، طلعتي واقفة هيك بنص الشارع. استنى ما حاسبتك. جيجي خلي الباقي. تعال بسرعة، تعال يلا. شوفي انت منيحة؟ جيجي اسمعني منيح، جان ودارين خانهم بالبيت لحالهم. شو يعني؟ شو رأيك؟ لك انا شفته بعيوني عاطيه الكنزة اللي انا لبستها لدارين، لك وما لقى شي بالملف، ومع هيك ما عصب وما لحقني، تخيل. وانكبت الكاسة عليها، قلتك بالغلط ولا قصدك؟ ريهام لحظة شوي، اهدي وفهميني شو القصة. شبك والله فوتيني بنيت حيط. شو صار؟ خبريني من الاول وعلى مهلك. اذا ما بدك تخبريني لروح تاكسي. لا لا استنى، خلص أنا رح خبرك بكل شيء ومن الأول، ماشي؟ أكيد ومن الأول. ايه؟ على مهلك، ماشي. اسمع كل اللي بدي أقوله، تركت جان ودارين خانهم لحالهم بالبيت، فيك تصدق هالشي جيجي؟ مو هون القصة، القصة إنه وين راحت الوراق اللي كانت بالملف، وين اختفت؟ ما عم بقدر صدق، والله غريب. تبخر لا الوراق منفكر فيهم بعدين، جان رح يروح من بين إيدي بكرة بحط عينه عليها، لازم لاقي حل فورا وبعده عنا. يلا جيجي لوين؟ رح نروح على بيت جان، ما فيني اتركهم لحالهم. لك مو هلا طلعتي من عنده، كيف بدك تفوتي؟ شو بدك تقولي له؟ انا ما رح فوت، انت اللي رح تفوت. شو؟ لا انا ما فيني، مستحيل ما فيني فوت. اذا بتريدي شو بدي اقول له للزلمه؟ بتلاقي شي حجه اقول له انشغل بالي عليك، ما بعرف اقول له كيف اطمني انت منيح، كيف صرت، احكي اي شيء. معقول روح لعنده بنص الليل لاقول له كيفك؟ قل له ما قدرت تنام جيجي. شو يعني روح لعنده قل له حبيبي جنبك انا ما قدرت نام؟ قلت بجي بنحكي بامور الشركه. هو معك حق، مو ظابطه هلا منفكر بشي قصه. امشي يلا. دائما بتورطيني بكل مصيبه. جيجي دق الجرس. ما فيني ما فيني، دقي انت، انا ما بقدر. يلا خليني روح. تعب ما في تروح. شو هالغلاظة؟ شو عم تعمل جيجي؟ شو عم تعمل؟ شو عم تعمل؟ خلص جيجي رن الجرس، دق الجرس يلا. تركيني روح. خلص تركيني. يلا دق ما فيني، فهمي علي ما فيني ما فيني. أنا بدق. أنا ما بقدر، فيها معي فوبيا. لا تجنني لا تجبريني، بعدي عني. لا وقفي، أنت دقيتي الشرس، ما فيك تروحي، وقفي عندك.
اتركيني. أنا ما في شيء. شو؟ نسيت شغلة. نسيت. إذا قصدك على الملف الفاضي كبيته بزبالة. لا لا لا، أنا نسيت موبايلي. نسيت موبايلي جوا جنبي. أها، طيب رح دور عليه وجيب لك إياه. والله مو معقول كيف نسيته. خليني فوت دور عليه لأني بعرف لوين فتت. أنا بدور عليه أحسن، لو سمحت خليني فوت. أنا آسفة كتير، مو بقصدي. الصالون لا، ما فتت على الصالون أبداً، وما بظن كون حطيته بالمطبخ كمان، وما وقفنا هون أبداً، أكيد مو هون. آخ، وين راح الموبايل؟ أكيد ما رح يكون بالمسبح. مو هون موبايلك. مو هون، ما نسيتي عندي. معقول حطيته بالمطبخ؟ يا ربي دخيلك، وين بدك تكوني حطيتي يا ريهام؟ أنا كتير آسفة قطعت لكم قعدتكم الرومانسية. ما قطعتي شي ريهام. وين دارين خانم؟ شو بدك من دارين؟ بلكي شافت الموبايل بشي قرنة. مو انت جاي مشانه؟ دوري عليه. ايه الموبايل. اها. مو معقول ليك طلعت حاطته هون على الكرسي. مو ايه؟ هلا دورت هنيك وما كان موجود. ايه كان على الزاويه، بجوز ما انتبهت. طيب يعني لقيتي موبايلك؟ ايه لكان لقيته. ايه لقيته. انا رح اروح. اوكي تمام، تصبح على خير. لاقي الخير. مو معقول كيف طلع الموبايل على الكرسي. يا ربي مو معقول. يا الله حاسه وكانه نزل ضغطي. ما شفت لا دارين خانم لالا تصبحي على خير. دارين خانم، نوم الهنا. دارين راحت. كتير منيح منيح، مبسوطة لأنه لقيته لموبايلي. يلا أنا بدي أمشي، رايحة. وأنت خليك لحالك، ريح راسك شوي. تعلمين ماذا يكمن في صوتك؟ الكلمات التي عجزت عن قولها، وأشياء صغيرة ربما تقف كنصب تذكاريا في ساعات هذا النهار. أتعرفين ماذا يكمن في صوتك؟ الكلمات التي عجزت عن قولها. أحببتك كثيرا، أنت مثل الآلام التي تقذف بها الطيور خارجا بالتغريد والغناء. أقصر طريق بين قلبين هو أن يستند كل منهما على الآخر ويتلامسا برؤوس الأصابع من حين لآخر. في عينيك ينبوع الخلود، ليتني أحببتك من أجل هذا فقط. كنت هناك مثل زهرة تفتحت شتاء، تفتحت من أجل أن تصحح خطأ ما. كان هناك بريق ساحر في عينيك، ليتني أحببتك من أجل هذا فقط. ليس لدي إلا هذا الطريق الذي نسير به معا. ليتني أحببتك من أجل هذا فقط.
صباح الخير. صباح النور جان بيك. لسه ما حدا اجا، بتحب اعمل لك الشاي تبعك؟ هاته على مكتبي. صباح الخير يا خانو، وانتي جايه بكير مثل جان بيك. ليه جان بيك اجا؟ وكاسة الشاي هي لإله؟ ايه لجان بيك. هات انا باخذ له اياها. تفضلي. ممكن تحط لي هذا بمكتبي؟ ماشي تكرم عينك. صباح الخير. صباح النور. شو جايه بكير اليوم؟ ايه والله فقت بكير. قلت بجيب لك الشاي بايدي. ليش عذبتي حالك؟ شكرا كثير، يسلموا ايديكي. صحة وهنا. جان انت شكلك مو رايق ابنه. ليك أنا بعرف إنه شراكتنا مع فابري زعجتك كتير، بس صدقني هذا أفضل قرار مشان نحافظ على الوكالة وعلى سمعتنا قدام الزباين كمان. إيه؟ بعرف دارين، أساساً أنا كرمال هيك قبلت الشراكة، بس نحنا لازم نرفع مستوى الوكالة ونرجع مثل ما كنا ونخلص من هاي الشراكة بأسرع وقت. أنا متأكدة إنه رح نحقق هالشي بأسرع وقت. المهم هلأ أنك تروق جان، أنا على طول جنبك ورح أعمل جهدي ليصير يلي بدك إياه. شكراً كتير عن جد. وهلأ رح أرجع أكمل شغلي. جان، سينيور فابري إجا. أهلا وسهلا. كيفك؟ تمام وأنت؟ تمام شكراً. تفضل عود. سينيور فابري، أنا كنت عم راجع عقد الشراكة للمرة الأخيرة وجهزت لك كل الوثائق اللي طلبتهم، قسم منها هون، والملفات المفصلة حابعت لك يا هون على إيميلك. شو؟ الفريق كتير متوتر جان. فهمت، انت ديري بالك على السنيور فابري، انا راجع. هلا هيك ما عاد ادفع شيء. شو بدي اعمل؟ يا شباب اهدوا شوي، اهدوا واسمعوني لو سمحتوا. شو المشكله؟ جان بيك، الحقيقه الشباب قلقانين لانه ما بيعرفوا شو عم يصير هون. نص مفكر انه الشركه رح تفلس والنص الثاني مفكر رح يتقلعوا. مو انا طبعا، هن مفكرين هيك. فهمت. يا شباب اسمعوا شو بدي اقول. نحن مرينا بفتره صعبه بس ما رح نفلس، اطمنوا. كلكم بتعرفوا انه السنيور فابري صار شريكنا، يعني حلينا المشكله. لهيك يا ريت كل واحد يرجع على شغله. بدي اياكم تشتغلوا مثل الاول واحسن، وما في داعي تخافوا من شيء، وضعنا عم يتحسن. فهمتوا علي؟ ايه مفهوم جان بيك. بعدين طول ما انا هون ما حدا منكم رح يطلع من هالشركه، وكلكم رح تقبضوا رواتبكم بوقتها، تمام؟ شكرا جان بيك. هاي الفتره الصعبه رح تمرق يا شباب، ورح ترجع الوكاله اقوى مثل قبل واحسن. وهلا يلا كل واحد على شغله. بدي شاي. كاسة شاي. على عيني. شفتوا ما في عينينا بالمرة؟ شفتوا؟ لكن. برافو جان بيك، حلو كثير هالكلام. شكرا لك. كنت عم أقول لهالي إنه نعمل حفلة. يعني منه منهتفل بشراكتنا ومنه منرفق معنويات الموظفين ومنغير لهم جو. ايه والله فكرة كتير حلوة. ما سينيور فابري شكرا كتير على لطفك، بس ما في داعي. ليش ما في داعي جان؟ كلياتنا بحاجة انه نروق اعصابنا ونرفع معنوياتنا ومنعظم الصحافة كمان، وبهالطريقة منورجيهم انه وضع الوكالة منيح. الفكرة كتير عجبتني. تمام، انا فيني نظم الحفلة اذا بتحب. لا لا، انت لا تقبي هالك، انا شخصيا رح نظمها دارين هانم. طيب، لكن خلينا نتفق هلا ونحدد الوقت فورا. شو رايك باخر الاسبوع الجاي، مناسب؟ لا انا برايي ما نطول كل هالمده. هلي بكره المساء، انا رح جهز كل شيء. طيب بكره المساء، كثير منيح. ماشي. لكن ريهام هانم هون شي كنت بدي شوفها. ريهام؟ ليش؟ مشان نهد برنامج. برنامج شو؟ اتفضل هاي الشاي. هاي ريهام. فابري بيك. اهلين ريهام، هلا كنت عم بسأل جان بيك عنك. عني انا؟ ليش؟ لانه لازم نهد برنامج ونبلش شغل، لازم نبدا نشتغل على القطر. حضرتك فاضيه اليوم؟ لا اليوم ريهام عندها شغل بالوكاله. شو الشغل اللي عندها؟ ياب شغل، شو دخلك؟ طيب ما في مشكله،
معناها منشتغل بآخر الأسبوع ومنه ما منأثر على شغلك ودوامك. أوكي اتفقنا. إيه شوفك شوفك سينيور جان. الملف طيب تمام. دارين هانم تفضل خليني رافقك. طيب مو مشكلة. ريهام هانم تفضل معي. مو طبيعي قديش شو حكى؟ اسمعوا يا شباب، في عندي لكم خبرية حلوة. شو هي؟ بكره المساء السنيور فابري وجان بيك رح يعملوا لكم حفلة مشان نحتفل بالشراكة ونغير جو. شبك ريهام، ليش ما فرحتي؟ الناس بتفرح لما تنعزم على حفلة شبك. لك عيد ميلادي بكره، كنت ناوية أعمل حفلة صغيرة بالبيت وأعزمكم كلكم. بكره عيد ميلادك؟ لك ليش عم تعيط؟ أوعك تخبرون. أوعك. طيب ما رح حابه اعزم الكل. خلص مثل ما بدك، تصرف على طبيعتك. بكره يوم عادي يا شباب، رح نجي على الشغل ونشتغل. غير الموضوع، لا تخليهم يحس. ايه بكره يوم عادي مو ريهام. إيه؟ لك ما بدنا نفضحها للمرة، بدنا اياها تصير رئيسة الجمعية. ان شاء الله تطلع ظابطة معي. والله هي جملة مو ظابطة للانتخابات، بهالشكل بتنفضح المرة. يا ربي يا ريتني ما قبلت اخذ هالحملة هي. حملة شو؟ جنبك؟ اللي جيجي. والله الحقيقة اما لريهام وهي بخانم ترشحت لانتخابات رئاسة جمعية الحارة وانا عم دير الحملة، بس ما عم اعرف شو بدي اعمل وشو بدي اكتب على اللافتات، ما عم تزبط. مدام وهيبة بسيطة، ورجيني شو عملت. تفضل. كتبت هي ظريفة. مرشحتكم وهيبة من أجل غد أفضل. ظريفة مو هيك؟ يعني قديمة بس منيحة. ماشي حالها. معك حق قديمة. وفي هي كمان، ليكون إلك اسم وهيبة ما إلك إلا الست وهيبة. عم تلعب على الكلام. إيه قلت لحالي بخليها على القار. جي جي. يلا. معك دفتر ملاحظات؟ افتحه. رح أعطيك مساعدة صغيرة هلأ، يعني أساسيات الموضوع، وبعدين بعطيك قائمة بالشغلات اللي لازم تنعمل ومنحكي بالتفاصيل بعدين. اكتب يلا. عطول لما نجهز لحملة إعلانية منحدد المستهدف مين هو. طيب هو الإنسان الناخب. الناخب ضروري تسجل هذا الحكي، اكتبه عندك. الناخب. دارين خانم، الشباب كتير مبسوطين لأنه في حفلة اليوم، وعلى فكرة اليوم عيد ميلاد ريهام خانم، شو رأيك نجهز لمفاجأة صغيرة؟ لا لا ما في داعي، انا رح اعطيكم اذن بعد الظهر لجهزوا حالكم للحفله ماشي، ومنظبطها هنيك منقلك كلامه وانتي بخير وخلص. طيب شو رايك خبر جان بيك؟ اكيد رح يعمل له مفاجاه. ما في داعي، روحي من هون يلا. حاضر دارين خانم. شو صاير؟ شي مشكله؟ لا ابدا ما في شي، يعني قصص مثل العاده. جان عم فكر نعطي إذن للفريق قبل المساء مشان يقدروا يجهزوا حالهم للحفلة. إيه وأنا هيك كمان كنت عم فكر. أنا بمكتبي. إيه بس يا ريت توصلنا ياهن بسرعة شوي. شكراً لك، يسلموا، ممنونك. تمام. إيه شكرا. شكرا. يلا روحي على شغلك. شي تاني شو بدنا نساوي؟ أيوه غير جو بقى. عملت كتير شغلات. ايه عملت ريهام. ريهام في عندي إليك خبر، جان بيك رح يروح على حملة وهيبة خانم، رح يستلمها بنفسه. هو هيك قال لي. كيف؟ ايه عن جد عم تحكي؟ حيهتم بحملة الانتخابات تبع أمي ويكون مسؤول عنه؟ جان ديفيت العظيم أخذ حملة وهيبة خانم. طيب معناتها هو عم يعمل كل هالتصرفات كرمالي مو هيك؟ ايه كرمالك. يا الله يا الله. ليش؟ ليش؟ لأنه هو بيحبك كتير. ياي ياي. لك شبه وأنا بحبه وبموت فيه كمان. ش ش ش روقي. جان جان جان. لكي ريهام الشاي. ليكي عم يقلك بده شاي. شاي؟ سمعت عم يقول بده شاي، عم يقوله وكأنه عم يقول يا روحي. ياي. مزبوط. أعطيني المراية ثانية. ريهام
لازم الواحد يهتم بحاله شوي. طبعا. شبيك، شو اللي عم يضحكك؟ ولا شي، صحة وهنا. شبك ليش عم تبتسمي؟ ولا شي، بصراحة شكراً لأنك دعمت حملة الانتخابات تبع أمي، كتير مبسوطة بهالشي. شكراً. أنا كرمالها هي عملت هيك. طيب في شي تاني؟ فيك تطلعي. طيب. طبعاً عم يعمل هيك مشان ما أحس. تمام شادي بيك، أنا رح أبعت إيميل هلأ وناطر ردكم بأقرب وقت، أوكي؟ تمام، شكراً لك، ممنونك، يعطيك العافية. جان، ما بدك تطلع؟ لا، في عندي شوية رسائل لازم رد عليهم بالأول، بخلص وبطلع. ما بدك تجهز حالك للحفلة يعني؟ دارين، بتعرفي إنه موضوع الشراكة مع فابري كتير زعجني ومو قدران أتقبله، لهيك بدي أشتغل قد ما فيني، بركي بنخلص منها بسرعة، يا ريت نقدر نلاقي زبون منيح، وقتها رح أرتاح. معك حق، بس لو سمحت حاول تريح حالك شوي جان، يعني ما رح تقدر تاخد قرارات صح وإنت كل هالقد مزعوج ومتوتر. لو سمحت فكر باللي عم قوله. أوكي، طيب. طيب معناها بالحفلة بشوفك. بشوفك. تشاو. جان؟ عاصم. مرحبا أخي. أهلين، كيفك؟ أنت كيفك؟ تمام منيح. ليش ما في حدا هون؟ والله عطيناهم إذن فابري اليوم عامل حفلة مشان الشراكة، ولهيك قلنا لهم يطلعوا بكير مشان يجهزوا حالهم للمساء. إيه منيح، والله خفت كتير لما ما شفت حدا. لا ما تقلق، حلينا المشكلة على قليلة هالفترة، بس لازم نلاقي شغل. إيه فرحتني والله. كيفك أنت؟ أنا منيح، يعني ماشي الحال، إذا قدرنا نلاقي زبون منيح للوكالة رح صير أحسن بكتير. وأنا منشان هذا السبب إجيت أخي. مومباس سبورت بدها تغير وكالتها، ولهيك هلا هن فتحوا مسابقة للوكالات. والله جد؟ حلو كتير هالخبر. كومباس سبورت شركة عالمية أساسا، وميزانية إعلاناتهم كتير كبيرة، وإذا اشتغلوا معكم فالوكالة رح ترجع لحالتها الطبيعية أخي. هذا أحلى خبر بسمعه اليوم، هي فرصتنا. إيه والله فرصة. بس بدي أقول لك شيء، رح ياخذوا قرارهم فورا، يعني ما معنا وقت كتير. مو مشكلة، رح أشتغل ليل نهار ولاقي حل، مجبور أعمل هيك، لازم ناخذهم. شوف شو بدك تعمل. عود، رح ساوي لك شاي. طيب. شوفوا كيف رح خلي جان بيك يقلعون، أنا ما رح أتدخل. تعالوا. أنت شو عم تساوي هون؟ ها؟ مين اللي عزمك؟ بس ما يصير مشكلة كبيرة بيناتهم. أمير روح من هون فوراً، لا تخليني أتوتر. فابري بيك عزمني، لو سمحت لا تعمل مشكلة. ما في أقل من زمان. سينيور جان؟ يا سينيور أمير، أنا اللي أزمته، لهيك يا ريت تهدى شوي. أنا اشتريت أسهمكن اتنيناتكن، ولهيك بعتقد إنه هو كمان لازم يكون موجود مثل حضرتك.
ريهام، شو هالجمال؟ الفستان طلع أهلا مما تهيلت بكثير. ما بتعرفي قديش بيقني لي إنك لبست هديتي وإجيتي. عفوا، ممكن تجي معي؟ تعالي يا جماعة لو سمحتوا، اسمعوني لو سمحتوا. اليوم عيد ميلاد ريهام، والحقيقة أنا عملت هاي الحفلة كلها كرمالها وكرمال نحتفل فيها. هاتوا بسرعة. عفوا عفوا ريهام، اتمني أمنية. يلا اطفي الشمعات. ريهام، تسمحي لي برأس مائك؟ ممكن تعذرني؟ يا سلام، أو لا لا، شو هاد؟ حفلة كبيرة ومفاجآت حلوة؟ لأ، وحضرتك مصمم للفستان خصوصي إلها كمان؟ إيه لأ، أنا بحياتي ما شفتك عم تعمل هيك شي كرمال أي مرة. شبك فابري؟ الظاهر إنك معجب بهالبنت أكتر مما تخيلت. والله هليني قلك إني حابب أتعرف عليها عن قرب، وكمان عندي أسباب تانية مهمة. شو هي؟ لا تشكلي بالك، يعني شراكتي مع هاي الوكالة ما رح تأثر علينا ولا رح تهتنا بموقف مادي صعب. أنت متأكد؟ إيه متأكد، بس السنيور جان جان بيك قريباً رح يدفع الثمن لأنه فضحني بهاي الحفلة ومشي. وريهام الهلوة ريهام، هلأ ولا بعدين، هي بشي طريقة رح تقبل تعطيني قطرة. ايه، وانت بس بدك عطرة؟ يعني ما بدك شي تاني غيره؟ لا هلأ لا، بس كل شي بوقته هلو، مو هيك؟ ما عم صدق، طلعت أزعر كتير أكتر مما تخيلت. شو رأيك نشرب شي؟ ايه منشرب، موافقة. جان خليني اشرح لك. مو مضطرة تشرحي لي اي شيء، بتصيري حبيبة فابري، بتشتغلي معه، بتلبسي الفستان اللي هداك اياه، بتجي فيه على الحفلة، ما دخلني، ما بيهمني. جان، انا فكرت انه انت عامل هي الحفلة ولبست الفستان لانه فكرت انت بعثت لي اياه. بكفي ريهام، ما عاد بدي اسمع كذب اكثر من هيك، ماشي؟ خلص، انت ما بتهميني، صرتي مثلك مثل اي موظفة عادية، فهمتي شو عم اقول؟ طيب خلص، من اليوم ما عاد تشوفوا شي، الشغل رح اتركه، رح اطلع من حياتك وبعمري ما رح ازعجك.
الفستان طلع أهلا مما تهيلت بكتير. ما بتعرفي قديش بيقني لي إنك لبست هديتي وإجيتي. ميلاد ريهام، والحقيقة أنا أملت هاي الحفلة كلها كرمالها وكرمال نحتفل فيها. أنا فكرت إنه أنت عامل هاي الحفلة ولبست الفستان لأنه فكرت أنت بعت لي إياه. بكفي ريهام، ممتاز، شكراً لأنك خبرتني، كتير حلو، يعطيك العافية. تمام، الله معك، مع السلامة، موفق. جان؟ دارين، فوتي. صباح الخير. صباح النور. كيفك اليوم؟ منيح جان؟ وين اختفيت مبارح فجأة وما قدرنا نوصل لك؟ وليش بدكن توصلوا لي؟ صار شي بخصوص الشغل يعني؟ لا، ما صار شي، بس قلقت عليك، يعني قصدي الفريق قلق عليك، كلنا قلقنا عليك. والله وأنا كمان قلقان على حالي هالفترة، بس ما في داعي تقلقوا علي، أنتي قولي هالحكي للقلقانين. إيه بس كأنه مزاجك كان معكر لما رحت مبارح، مو؟ ظن إنك انزعجت من فابري، في أي شي حابب تحكيه معي جان؟ الحقيقة إيه. يا ريت يكونوا الكل بغرفة الاجتماعات خلال 10 دقائق. ليش؟ شغل دارين، شغل، لازم نبلش نحرك الوكالة، مو هيك؟ لازم نبلش شغل منه منغير جو، يلا. ممكن أسألك شو هو هالشغل؟ كومباس سبورت، فتحت مسابقة وطبعاً نحن رح نقدم عليها. بس أنا ما سمعت بهيك شي جان. بسيطة، هي أنا خبرتك دارين وعملت كل الاتصالات اللازمة، بس لازم نشتغل بسرعة، بدنا نربح المسابقة بسرعة. ولا يهمك، رح أجمع. أوكي حلو، لكن أنا رايحة هلأ. شو؟ ريهام وفابري بيحبوا بعض؟ لا، مستحيل. مو معقول. شو مو معقول؟ شو عم تحكي؟ عن جد؟ طلعت قوية والله. بتعرفوا شو سمعت من شوي؟ قال جان بيك منع الحكي على العالم بالشركة، وقال رح يقلع أي حدا بيشوفه عم يحكي، هي عم خبركن، ليكون عندكم فكرة، تمام؟ مو لأنكم عم تحكوا، بس انتبهوا. لا ما بنحكي. تمام. ريهام وفابري طلعوا بيحبوا بعض. قال رح تبيعوا عطرة وتاخد حقه ورح تترك الشركة لأنها عم تفلس. يعني فابري رح يبيع الأسهم؟ ايه سمعت بالقصة، مو هيك جيجي؟ ليك ريهام لأنه الشركة عم تفلس، ومن شان ما تفلس بعته عطرة كرمال الشركة. حكيك غلط، لا تنشر إشاعات غلط إذا مالك متأكد. بدك تنشر الشور الصح، بس مفهوم كلامي؟ سمعت. فهمني ليش عم تحكي شغلة مالك متأكد منها؟ كل هدي انت على طول بتحكي على العالم طول مالك قاعد. يا شفتوا يا بنات، بتعرفوا قديش حق الفستان يلي كانت لابسته؟ بس عن جد حلو كتير ومميز، مميز. حلو عم يقولوا انه حقه مو اقل من مليون ليره، تخيلوا. لانه ما كان تفصيل كمان، يعني هو فستان خصوصي. لك جيجي شبك؟ ايه بالمناسبة بدي أوضح لكم كم شغلة. الفستان اللي لبسته مبارح بالحفلة طلع فستان عادي، يعني مانو ماركة ولا شيء. جيجي كيف يعني مو ماركة؟ انت شو عرفك؟ شو جبتي بإيدك يعني؟
طيب انت انه شو عرفك؟ بحب دائما يدافع عنك. لا قلتلكم معنا ماركة وما في شي بيناتهم، حاج تنشروا اشاعات بقى عيب عليكم. جيجي فابري عمل كل هالحفلة كرمال ريهام، يعني ما فهمت هالشي عن جد مو معقول. ما في شي من هالحكي، الحفلة كانت تحت ريهام وبلاها. شو هالحكي؟ ريهام وبلاها رح تصير رفيقته لفابري. مو معقول. لا لا ما في شي من هالحكي يا جماعة، اسمعي منيح شو بدي اقول. لا ما بتحكي كثير، حاج تنشروا اشاعات بكفي بقى عيب عليكم عن جد. انت حاج تقولي للعالم هذا سر بيناتنا، لانه كله بيأتي واساسا عم تنشروا معلومات غلط يا جماعة. اسمعوني كلكم عم تحكوا كثير، انتوا عم تحكوا ما بتعرفوا شيء وكلامكم عم ينتشر بشكل مو طبيعي، عيب عليكم. بكفي بقى خلص، بكفي يجي بكفي، ما بدنا فضايح. خلص حاجة بقى حكي بلا طعمة. خذ نفس، خذ نفس، نفس منيح. جيجي بكفي خلص يا جماعة، ما عاد بدي اسمع ولا كلمة، حاجة حكي بلا طعمة. اسكتوا 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 اسكتوا. يا ربي دخيلك، هالموظفين مو معقولين، مو شاطرين. رجعوا على شغلكم بقى، مو معقول العمى بقلبكم. اسكتوا خلص، وصلت معي لهون، خلص ما عاد فيني اتحمل. مو معقولين انتوا، مو طبيعيين. شو بتحكوا الحكي؟ لا تعطيني اسكتوا. ولي شوفي بيكون انبسط. دارين خانم، ممكن احكي كلمتين بتسمحوا لي احكي يا ترى؟ طبعا اكيد، تفضلي احكي. يا شباب بدي الكل يكونوا بقاعة الاجتماعات بعد 5 دقايق. بالمناسبة ريهام لازم تجي كمان، لأنه نحن يمكن نبلش شغل جديد ومهم. جان بيك رح يخبركم بالتفاصيل. ماشي يلا بسرعة، لا تتأخروا كثير. جانا شغل، يلا بقى اشتغلوا، وحاج تحكوا على العالم. خلونا نشتغل، صار عنا شغل أحسن ما نحكي على العالم. بلا ما نحكي على العالم، العمى جننوني يخرب بيتهم. ريهام وين يا ترى؟ ريهام، ريهام. ألو جيجي. ألو إيه ريهام؟ لك ليش هيك عملتي؟ ليش؟ شو عملت جيجي؟ شو قصدك؟ ما فهمت. لك ليش لهلأ ما أجيتي؟ وينك ريهام؟ تعالي بسرعة، إذا ضايعة ببعث لك الموقع. أنا ما عاد رح أجي على الشركة، خلص أنا استقلت جيجي. استقلتي؟ أنت شو عم تقولي ريهام؟ لتكوني لتكوني عن جد رح تشتغلي مع فابري بيك؟ يعني لأنه عم ينحكى عنك هون بالشركة هيك؟ كله عم يحكي عليك. شو هالحكي؟ شو دخلوا فابري؟ أنا رجعت أشتغل بالمحل تبعنا، رح أرجع لشغلي القديم. رح تشتغلي بالمحل؟ إيه إيه، هيك احسن لي بكتير. شو عم تحكي ريهام بلا جنان؟ بالمناسبه قولي لي لشوف، انت وين اختفيتي امبارح فجاه؟ ليش ما بقى لقيتك؟ لوين رحتي وليه ما حكيتي معي؟ انا فهمت كل شيء غلط ليله امبارح، فكرت انه جان هو اللي عامل لي حفله عيد الميلاد، ولما خبرتني بهالموضوع انا صدقتك. انا سمعت لوريس عم تحكي مع الين خانم وقالت لها انه جان بيك عم يجهز مفاجاه عيد ميلاد إلك، وانا صدقت وخبرتك لانك كنتي زعلانه، بس طلعت معلوماتي غلط. شو بدي اعمل ريهام؟ لا تواخذيني، اسف حطيتك بهالموقف. راح وقت هالحكي، خلص مو مهم. كيف مو مهم؟ لا تقولي هالحكي ريهام. بدي اقول لك شيء بترجاكي تعالي، الكل عم يحكوا عليكي وعم يقولوا انه فابري بيك وريهام بيحبوا بعض وقريبا رح يتجوزوا، وعم يقولوا حق الفستان اللي كنتي لابستيه مليون وشوي لازم تجي وتحلي هالقصة باي طريقه. لازم تسكتيهم ريهام. تعالي وسكتي الكل بسرعه لو سمحتي ريهام، لو سمحتي، ولا تتاخري. شو عم تحاولي تعملي كمان يا ألين؟ جان؟ جان؟ نحن جاهزين. شو قصتك؟ أنت منيح؟ إيه منيح منيح. دقيقتين وبيجي أنا، أوكي؟ بس دقيقتين. تمام، أنا رايحة على قاعة الاجتماعات مشان خبرهم. إيه ماشي، روحي. مرحبا يا شباب. أهلا. شركة عالمية بتبيع ألبسة ومعدات رياضية، وأكيد بتعرفوها كومباس سبورت. عملوا مسابقة وأنتوا بتعرفوا هي رائدة بالمجال الرياضي، وطبعا عندهم ميزانية إعلانية كتير كبيرة، وإذا قدرنا ناخد هذا الشغل رح نرجع نرتفع. يلي رح نعمله هلأ، بدنا نجهز لهم حملة قوية وكتير حلوة ما شافوا مثلها من قبل ابدا. نحن يلي عم نتسابق 5 وكالات اعلانيه ولازم نربح الحمله، بدنا نخلي هذا العميل من زبايننا، فهمتوا علي؟ بدنا ناخذهم نحن، وعم اقول لكم هالحكي لاني بوثق فيكم كثير وبوثق بطاقتكم. يا شباب بعرف طبعا انه مرينا باوقات صعبه، بس افضل طريقه لنقدر نتجاوز هذا الوضع هو انه نتماسك مع بعضنا ونشتغل اكثر من قبل. وهلا اذا سالتكم، انتوا جاهزين لنظهر قوتنا وناخذ الحمله؟ طبعا. ممتاز، خذوا شاي قهوه اي شيء بدكم اياه وخلونا نبلش. جيجي لجان بيك شاي. اكيد. جان بيك رح اعصر لك ليمون بالشاي مشان الحديد بجسمي يكون. لا تعصر ليمون جيجي، بس شاي. تمام حاضر. طيب يا شباب
خلونا نحكي عن المفاهيم يلي بتخطر الكون لما منقول رياضة. أكيد. يعني خلونا نعمل عصف ذهني. ماشي. يلا خلونا نبدأ. أفكار جديدة منكم.